اوكي يا جماعه انا نازله ويلا اجهز معاكم. قررت ان انا اعمل معاكم الميك اب، هو نو ميك اب يعني سيمبل جدا. اول حاجه طبعا رسمت حواجبي. لا يسالني على رسمه الحواجب، فانا عامله لكم كذا فيديو لرسمه الحواجب، فاحط لكم لينك تحت تدخلوا تشوفوه. انا رسمت بشرتي حلوه جدا ماشي، وبعد كده هحط كومباكت باودر تحت عيني، يعني لتفتيح حاجه بسيطه كده. بص مش قادره خالص احط اي كونسيلر او اي حاجه، وبصراحه الباودر دي جربتها والتغطيه بتاعتها عجبتني قوي، وزي ما انتم شايفين كده ادت تغطيه خفيفه وفي نفس الوقت يعني في تفتيح شويه، بالنسبه لي كده المنظر لذيذ وخفيف يعني. طب يا جماعه اوكي انا نسيت اقول لكم ان الباودر من جوسي بيوتي، الكفر بتاعها حلوه قوي يعني عجبني جدا، ومعاها هنا السبونج بتاعتها. بصوا تغطيه يعني بصوا اهو تغطيه عاليه جدا، انا صراحه حبيتها. وهستخدم البلاشر من روبي روز، صراحه بيعجبني قوي التغليف ده، يعني بحسه بيحافظ على الحاجه ويخليها يعني كده. الباليت حجمها خطير ماشي، ودرجاتها اجربها لكم دلوقتي. طبعا دي حجمها انا على طول هتبقى في شنطتي يعني. بصوا هي بصوا حجمها قد ايه، ناعمه قوي دي، ودي الدرجه الثانيه ماشي، ودي الهايلايت بقى. اوف يلا نجرب بقى. الدرجه دي ناعمه جدا، انا كنت متوقعه ناعمه جدا، والدرجه نفسها هاديه قوي. قصدي طبعا هنعمل بلاند بينهم هما الاثنين، ده غير طبعا ان هو لما بيبقى فيه فاونديشن او كونسيلر بتظهر اكتر والبيجمنت بتاعها بيكون اقوى. هستخدم نفس ذات البالت لعيني. هاخد بقى اللي بتلمع ماشي، بتلمع دي حلوه قوي بصراحه، احطها على الجفت حرك ماشي. وهستخدم الزبده الخطيره الجميله دي. جماعه بحب قوي الالوان دي، بحب الاصفر طبعا واضح، وبحب الدرجات الجميله دي. دي زبده بقى بتطري الشفايف، و يعني انا بفتحها لكن انا عارفه ايه هي بتعمل ايه لان كان معايا زيها. بتطري الشفايف وفي نفس الوقت بتعمل تنت. ايه طبعا طلع بره ده انا هلوص فيه. بصوا كده بقى لو جربنا نمسح، انتوا شايفين يعني غير ان هي فعلا بترطب يعني تحفه. النهارده هجرب معاكم القلم فلوماستر ايلاينر، رخيص ب 30 جنيه. عشان الناس اللي زعلت عشان هدى بيوتي غالي وهم عايزين قلم ايلاينر فلوماستر حلو، فهجرب ده معاكم النهارده واقول لكم ايه رايه وايه كان ثباته معايا لغايه ما ارجع وايه الدنيا. ده اللي هو من ماي سينما اوكي 3D، واستخدمته بصراحه كذا مره وعجبني جدا، بس يعني النهارده هركز اكتر في ثباته هيبقى ايه. طبعا الرسم بيه زي ما انتم شايفين سهل جدا، لان هدى بيوتي يا جماعه يعني مش سن زي ده، لا بيبقى فرشه، فاهمين قصدي؟ طبعا ارجع بعد كده هعملت لكم برده الفيديو بتاع الرسم الايلاينر العين المبطنه، سواده حلو برده بصراحه. اتمنى ان يبقى ثباته حلو، عشان كده هيبقى هو بديل حلو جدا ورخيص، وان شاء الله يطلع حلو وارشحه لكم. هحط الماسكارا من روبي روز. الالوان اللي بيعملوها في البراند بتاع روبي روز بجد بتقبر قلبي، يعني ايه الدرجات دي، ايه الدرجات الجميله الكيوت دي. مكتوب عليها كيرل اند فوليوم. انا كل اللي هيفرق معايا ان انا اعرفه اذا كانت هتهبب كده وتسيح تحت عيني ولا لا، ده اللي هيفرق معايا قوي. اوكي يا جماعه انا رجعت من بدري، ودلوقتي يعني تطلع لها الساعه 2 وشويه، وانا كنت بحط ميك اب معاكم من الساعه 5 او 5:30. انا كده قاعده بالميك اب اللي انا حطيته في حدود 8 ساعات، وعايزه اقول لكم يعني كنت بتعامل براحتي، يعني عيني دي دمعت، وشي عرق لان انا كنت بمشي، اكلت اللي هو من الاخر يعني ان انا كنت يعني عايش حياتي طبيعي. بس بعد ما سبتكم اخر حاجه ركبت الرموش،
دي هعملها لكم في فيديو لوحدها، تركيب الرموش هعملها لكم بالتفصيل. مش واحده هتطلع من الفيديو غير وهي عارفه تركب الرموش بمنتهى السهوله. بس اكدوا عليا في الكومنتات ان انتوا عايزين الفيديو بتاع الرموش ده، وبكده القلم يكسب معانا التحدي ونقول له الف 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 مبروك. ماي سينما اللي هو ووتر بروف ليكويد اي لاينر 3D، بصراحه عجبني جدا، مكتوب عليه باندا والباندا كيوت قوي فبصراحه بالنسبه لسعره لا حلو جدا يعني. بصوا هحاول اقرب لكم، هحاول اقرب لكم عشان تشوفوا. يعني هنا تأثر تأثيرات بسيطة جدا، زي ما بقول لكم كنت بتصرف براحتي فطبعا كنت اخيره. يعني هو حلو قوي انه قاعد كده، بس طبعا بصوا شايفين هنا السن اللي انا كنت عاملاه، طب باقيه فيها الناحية دي لا، ارشحه ليكم بجدارة.